والدولار ما زال مختفي. طبعا اللي معاه دولار مخبيه، خايف من ال 15 مليار دولار اللي جايين من دولة الإمارات العربية الشقيقة خلال الأسبوع، فاضل في الأسبوع كام يوم؟ النهاردة الثلاث، فاضل الأربع، الخميس، الجمعة. الجمعة الحكومة بتشتغلش، لا هتشتغل، ده 15 مليار دولار هتشتغل. طب ممكن ما تجوش الجمعة، يجوا السبت، ما الحكومة بتشتغلش السبت يا أستاذ أحمد، لا نشغلها السبت، ده 15 مليار دولار. طب إمتى؟ الحد. طب ما اشتغلتش الحد، يعني يبقى الاثنين. لو جيت يوم الاثنين انا احكي لكم بقى على موضوع الدولار وما لقيناش 15 مليار دولار، احنا بقى هنأزأز معاكم لب جامد بقى. لانه الكلام حلو جدا، المجتمع كله واخد يعني حقنة منشطة اقتصاديا، وفعلا يعني انت هتحس الاقتصاد المصري عايز يوم يجري بقى. فين بقى المام اللي يسيطر على الاسعار؟ في حد بيقول لي في السماعه الدولار بيتنافس ب 57 جنيه، يعني الفرق 4 جنيه؟ يعني حقنه ال 15 مليار دولار دول مش هيفرقوا حاجه؟ مش هيفرقوا حاجه. ليه يا عم احمد سميح النكد اللي انت جاي تقوله لنا ده واحنا في اخر الشهر اهو؟ اقول لك انا ليه النكد ده؟ عشان الحقائق بتقول، الحقائق والارقام بتقول. خد عندك يا سيدي واسمع، انت عليك السنه دي، السنه دي 42 مليار و3 من عشر، وعندك متاخرات بضائع 14 مليار دولار، ومدفوعات لشركات البترول اللي واحده من اسبابها انك انت الكهرباء بتقطع عندك ساعتين في اليوم 7 مليار دولار، وفي 6 مليار دولار أرباح مستثمرين أجانب استثمروا ليهم فلوس على الورق بس مش عارفين يخرجوها من البنوك المصرية لأنه ما فيش دولار. فأنت عندك إجمالي 69 مليار دولار و300 مليون. عرفت بقى الأسعار مش هتزيد ليه؟ عشان أنا فككت لك كده باختصار الحكاية عاملة إزاي والوضع عامل إزاي. تعالوا نروح نسمع أو نشاهد الدكتور علي مصلحي وزير التموين، الدكتور اللواء علي مصلحي وزير التموين، وهو بيتكلم عن الأسعار وعن توافر السلع وتقليل الأسعار. لابد من تنظيم التجارة الداخلية، وإحنا منذ 2017 وفي أكتوبر 2017 تم اعتماد خطة تطوير التجارة الداخلية سواء من المناطق اللوجستية في كافة أنحاء الجمهورية أو بعض المخازن الاستراتيجية للحفاظ على السلع وتقليل الفاقد، ثم منافذ التوزيع. منافذ التوزيع وسلاسل التوزيع جزء مهم جدا 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 في تنظيم التجارة. موضوع حلقات التداول، هو هنا لما بتشوف قال لك ايه كل المخبوزات بتاعته هو اللي بيعملها. هو عنده عقود مباشرة مع الموردين سواء أسماك أو لحوم أو كذا. عنده عقود مباشرة مع الشركات المنتجة، يبقى هو بيعمل ايه؟ هو بيشتغل بعقود مباشرة مع الشركات المنتجة ثم يجيبها للمستهلك. هنا بقى لا في نص جملة ولا في جملة ولا في كذا. يبقى إذن حلقات التداول عندما تقل نقدر نعرض سلعة جيدة بأسعار منافسة وفي نفس الوقت جودة عالية. وبرضو رسالة اطمئنان من ناحية الاحتياطيات الاستراتيجية عندنا، من ناحية السلع المتوفرة متوفرة. من فضلكم هنفضل مستمرين في معارض أهل رمضان بالكميات اللازمة واستمرار الضخ، ومحدش يستعجل على التخزين. نوجه بالشكر لدولة رئيس الوزراء ودعم الكامل من فخامة رئيس الجمهورية والحكومة كاملة مع الجانب الإماراتي لتطوير وعمل مدينة رأس الحكمة. طيب الله. هي يعني بس مش عارف مع الوزير علي مصلحي ربنا يمتعه بالصحة، وراجل طبعا على أعتاب الثمانين وربنا يكرمه. دكتور علي مصلحي على فكرة كان خريج الفنية العسكرية سنة 1971، كان يعني طلع اتخرج عام 1971، النهاردة 2024، ربنا يمتعه بالصحة والعافية يا رب. يعني الحقيقة الراجل ده أولى، يعني أولى بيه الآن يا جماعة، كرموه يطلع معاش يقعد وزير أهو، ها وزير في تكريم يعني كده إيه؟ تكريمه الافضل يا احمد يقعد مع اولاده مع احفاده احفاد احفاده. والله بجد يعني، والراجل الان في على عدد 80 سنه
خصوصا ان وزير التموين ده وزير السلع الاستراتيجيه، وده اللي مسؤول عن المم والاكل والشرب. الراجل موجود اهو يا استاذ احمد وبيلف اهو. ما انا والله بطلب، والله هو واحد نفسه هيفرح لو انت اديته حاج بيسيب السلطه ويفرح يا استاذ احمد. ما هو يعني حولي بس يا احمد صعبان علي ليه؟ دلوقتي مثلا دكتور علي المصالح بيقول ايه للشعب المصري؟ كل السلع متوفره. يا دكتور علي مش عايز بس اقول لك، ما هي مشكله المصريين مش في السلع متوفره، مشكله المصريين في القوه الشرائيه، الفلوس اللي اقدر اشتري بيها. انت غليت الدنيا، مش انت يعني، مش انت، انت والحكومه وراس النظام، انت ولعتوا الاسعار. فمش مشكله المصريين الان السلع موجوده ولا لا، ما السلع موجوده وعشان سعرها عالي ما حصلش شراء فاصبح فيها ركود. معايا حضرتك؟ يعني معلش علشان التصريح اللي ساعتك بتقوله ده، ان هدفنا خدمه المواطن وتقليل الاسعار. جميل، قول لي بقى انت قللت اسعار ايه؟ قول لي انت خفضت اسعار ايه؟ لان النهارده حضراتكم هنلاقي برضو السيد الوزير بيتكلم على ازمه السكر تحديدا، اللي هو دلوقتي فيه ازمه شديده، ويقول لك ان مشكله السكر مش مشكله وجود، لا مشكله توزيع. طب معالي الوزير ممكن اسالك، هو مين المسؤول عن توزيع السلع الغذائيه في الاسواق المصريه؟ للاسف الشديد طلع انت، طلع انت. فلو ان هناك مشكله توزيع حتى على وهذا طبعا مخالف الحقيقه، فسعادتك مسؤول عن ذلك الفشل، انت مسؤول عن هذا الفشل الحالي. وعشان كده بقول لحضراتكم ان في شيخوخه حصلت الان في جهاز وانظمه هذا الحكم بهذا الرجل الثمانيني. متوسط اعمار الحكومه دي فوق 60 سنه. كان في الحكومه اللي فاتت 2018 كان في اثنين وزراء، خالد عناني كان 47 سنه، وكان تقريبا حد تاني فاكر انا كان تقريبا نبيله مكرم عبيد كانت تقريبا برضه 49 سنه. طبعا دلوقتي الاثنين اصلا طلعوا من الحكومه، يعني كان اصغر ناس في الاربعينات دلوقتي كلهم في الخمسينات طلعوا من الحكومه. فمتوسط اعمار الحكومه كلها شاخت. شيخوخه الان اصابت يعني هذه السلطه التنفيذيه. فيبداوا ان هم يبيعوا للناس امور قديمه قوي وعجوزه قوي، ما تاكلش مع الشباب ولا مع المصريين. زي ما سعاده الوزير الان بيقول لك تبقى مشكله توزيع السكر، مش مشكله وجود السكر. ومشكله التوزيع مشكله اساسيه ورئيسيه الان، لو ان معالي الوزير بيقول اعترف بيها يقدم سالته، يبقى هو فشل في القدره على توزيع السلعه الى كل المصريين. دينا وانا بكلمكم دلوقتي اهو 6 أشهر سكر، ومع ذلك الناس كلها متكالبه على السكر. مشكله السكر اللي احنا موجودين فيها دي مشكله توزيع. يعني ايه مشكله توزيع؟ الحكومه او الوزاره ممثله في الشركه القابضه هي اللي بتقوم بالتوزيع على كافه منافذ الجمهوريه بالتعاون مع خطوط التعبئه والتجار اللي موجودين في المحافظات. فانا بطمنكم كميه عندنا وانا بكلمكم دلوقتي اهو 6 أشهر استهلاك للسكر، واحنا كمان هنبدا موسم السكر في للبنجر. طبعا القصب ابتدى من يناير. احنا هنبدا ان شاء الله بالبنجر لانه القصب خلص، فاحنا القصب هيبدا من يناير ان شاء الله خلص، فاحنا هنبدا بالبنجر. وفي 6 أشهر سكر يكفوا البلد 6 أشهر. فانتوا خفوا بس شويه من عمل الحلويات لانه بتزود الوزن زي ما الرئيس كان بيقول قبل كده، ونركز شويه وان شاء الله نتكالف مع بعض ونوصل السكر لكل بيت وكل مواطن. كل الاسئله الراجل جاوب عليها، لكن ما جابش على السؤال الاهم، هو السعر كام؟ وليه السكر ب60؟ ما جاوبش على دي، تجاهلها واعتبرها مش جزء من المشكله اصلا. وزير التموين اعتبر ان المشكله الرئيسيه الواقعه في مصر النهارده هي حجم وجود السكر، وانه التكالب هو المشكله. انت عايز تقفش كيسين سكر علشان تضمن استقرارك يعني على مستوى الحلويات في رمضان. سعرهم كام ما اتكلمش فيها الوزير، لان النقطه الاهم والاخطر على الاطلاق. إذا كان في سعرين في السوق، سعر الحكومة اللي بتقول إنها في 27 جنيه وسعر الأهالي اللي هو بيوصل ل 60 جنيه، إذا هيظل في مشكلة في السكر لو في ما يكفينا 6 سنين مش 6 شهور. لأنه في سعرين زي الدولار برضه.
ابو 26 و27 ده مش موجود. الناس متكالبه عليه طبعا عشان ارخص. طب ما توفره، طلع من المخازن، زود الكميات المعروضه، خلي الناس تخش المعرض، اللي عايز 2 كيلو يلاقي 3 و4 فياخد 3 وبعدين يحس انه زياده فيسيب كيس كده. يعني المفروض انك انت وزير عندك خبره في اداره الازمات دي، واضح انه ما فيش ولا خبره ولا سكر. بمناسبه السكر والحديث عن السكر، شركه الدلتا للسكر بتربح السنه دي ارباح مضاعفه. كانت ارباحها السنين اللي فاتت 800 مليون جنيه، النهارده بتربح مليار و600 مليون جنيه. تضاعفت ارباحها خلال سنه 23. وبالتاكيد بالتاكيد التضاعف ده مش سببه كسره في الانتاج، وانما زياده في الاسعار. يعني المشكله مش في جشع التجار، الشركه اللي الحكوميه اللي بتبيع للتجار اصلا اسعارها زايده، بدليل ان ارباحها زايده ايه؟ الضعف. انت ممكن نجيب الخبر تاني ونقراه يا استاذ احمد؟ انا بحسبها لك وما بتقلقش، لانها مهمه جدا. يعني كده احمد فعلا تضاعف الرقم 100%. يعني كده بقى في 750 الف جنيه زياده، 750 مليون مليون اسف، نص مليار، يعني فوق النص مليار او مليون الا ربع، مليار الا ربع. وده كله من جيوب الناس. انت ممكن تقول لهم بس السعر الاول كان كام في 22؟ يعني ارباح الشركه كانت كام؟ ارباح الشركه زي ما انت قلت يا احمد دلوقتي كانت 850 بالظبط مليون جنيه، النهارده بقت مليار و600 و 600 مليار، يعني مليار و600 مليون، معنى يعني الضعف على طول. بالظبط، يعني لو ممكن يعني بس يعني هي فعلا هم الان فرحانين، بيقول لك الشركه دي السكر ما شاء الله ربحان، ربحت الحمد لله. ما عشان ساعتك ان السنه اللي فاتت كان سعر السكر كام والسنه دي كام، فخدت من جيب المواطن حوالي مليار الا ربع، 750 مليون جنيه. على كل يعني ما اعرفش والله، السكر والقصب السكر يعني هيبحشون على فكره يعني. انما النهارده حضراتكم في نرد بقى الوزير التموين، نرد عليه سياده الوزير، كل السلع موجوده وما تقلقوش والدنيا حلوه. هو فاهم حضرته ان المواطن اللي معجزه عن الشراء هو الفلوس. الفلوس هي مش القصه، قصه وجود السلع، قصه توفير الفلوس للناس، القدره الشرائيه ان هو يشتري السلعه دي. ورغم كده النهارده الاسعار المنشوره في الصحافه المصريه الناطقه باسم هذا النظام كلها بتقول في ارتفاع في الاسعار. فين بقى راس الحكمه؟ فين انهيار الدولار؟ فين خفض الاسعار؟ قولوا لي بس. النهارده حضراتكم نشوف مع بعض الاسواق النهارده اليوم الثلاث 27 فبراير 2024، ارتفاع سعر السكر والزيت والسلع الاساسيه. اهو المصري اليوم، المصري اليوم الجريده المحسوبه تماما على النظام، الحمد لله، يعني مش موقع يعني لا مؤاخذه معارض ولا حاجه. النهارده الثلاث يا ريت وزير التموين يكون برضه شاف وارى النهارده هذه الصحف المصريه اللي بتقول ارتفاع سعر السكر والزيت والسلع الاساسيه. تعالوا كده بسرعه اقول لكم سعر الرز 34 النهارده و80 قرش، يعني داخل 35 جنيه. سعر الفول المعبأ الكيلو وصل 52 جنيه و68 قرش. سعر الدقيق وصل 30 جنيه. زيت عباد الشمس النهارده حضراتكم خلاص كده تقريبا بيقفل 100 جنيه او 98 جنيه. السكر المعبأ عشان بس معالي الوزير قال لك الحمد لله متوفر كل حاجه موجوده والاسعار 100 100. يا معالي الوزير النهارده السكر زاد وصل 42 جنيه و75 قرش، 43 جنيه الا ربع سعر الكيلو النهارده. سعر كل المكرونه نفس القصه، وصل تقريبا 31 جنيه للكيلو. العدس النهارده حوالي 69.5 جنيه. زيت الذره 120 او 121 جنيه. ايه ده؟ ما هو عشان ذره. ليه ذره يعني؟ يا باشا ده ذره، ده فريك يعني ساعتها. لا ايه؟ سيادتك هم عاملين زيت تاني مخلط.
الخليط ده اللي هو من انواع مختلفه من الزيوت ارخص. فانت لو عايز ذره اللي هو الصحي تدفع 120 جنيه للكيلو ولا لللتر؟ امال ايه لللتر؟ خد بالك احنا على فكره كنت مع حضرتك في حلقه من اسبوع من اسبوعين صحيح صحيح كان ب 90 فاكر كان معانا فيديو لمواطن بيتكلم على الراجل اللي كان عنده عربيه الفول فاكره صحيح حتى انت قلت ده اقل من اللتر ده كان 300 ملي صح مظبوط الراجل بتاع عربيه الفول اللي طلع واتكلم وقال يا جماعه الفول بكام والبتاع بكام وازازه الزيت بكام ابيع انا بايه بقى يعني النهارده 121 جنيه احنا يعتبر بيزيد من بيشبين اصلا قول لي بقى انت الراجل ده بتاع عربيه الفول هيخلي السندوتش بكام لا هو ب 10 جنيه دلوقتي السندوتش ما انت ما حقه بقى ما هو بالفول والزيت اللي حصل ده حقه بس ده. انت بس انت لو كلت الفول في راس الحكمه بكام مش هتدفع فلوس بلاش راس الحكمه فيها اصلا فول بص يا باشا بقى يا باشا ده فيها بص راس الحكمه دي ما فيهاش فول يا احمد مش عارف هي الفول. الجنه نفسها عارف ربنا سبحانه وتعالى عنده جنه في السماء نعم وعبد الفتاح السيسي عنده راس الحكمه في الارض الله يسامحك الله العظيم الله يسامحك الله وحياة ربنا كل حاجه جمهوريه مصر والله العربيه مفيش جنه اصلا اي حاجه هيقول لك راس الحكمه واي مسؤول عنده 75% من الفهم الصحيح لازاي تبقى مسؤول في وسط هذا النظام حتى لو رئيس هيئه الصرف الصحي لازم يقول ان الصرف الصحي اتحسن في مصر بسبب راس الحكمه والراجل بتاع المرور لازم يقول رئيس هيئه المرور ولا رئيس اداره المرور في القاهره واسكندريه لازم يطلع يقول وان المرور اتحسن بسبب زياده الدولار في راس الحكمه راس الحكمة الطائرة في راس الذئب الطائر في في في, في التراث العربي يعني لا دي راس الحكمة الطائرة راس الحكمة دي بتغلق بيها أبواب جهنم وتفتح بيها أحلام وطموحات كل حاجة تخص الشعب المصري حتى وزير التموين نفسه لما اتكلم قال السكر أوب 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 وراس الحكمة تفهمش راس الحكمة لا فيها مصنع سكر ولا فيها مزارع بنجر ولا ليها علاقة بقصب السكر وبعيدة كل البعد عن تحويل الرمال إلى سكر في لحظة من اللحظات لكن وزير التموين عشان راجل فاهم الشغلانة قال لك راس الحكمة شوف الفيديو ده معانا اللي بيوديك ووريك على طول الصور اسف ده دي صوره مواطن منتصر في معركه السكر وروه يا جماعه طلعوه بعد اذنكم معانا هذا المواطن انتصر بكيسين سعاده غامره دي صوره راس الحكمه دي صوره راس الحكمه ليه الراجل ده هياخد السكر ده ويطلع بيه على راس الحكمه يطوف هناك بقى في ناس هتطلع تطوف في مكة المكرمة في رمضان وفي ناس هتطلع راس الحكمة تطوف عشان يمكن يجي لها أي حاجة خير في الدولار ولا بتاع هيعملوا كل حاجة راس الحكمة فيها كل شيء وسيأتي منها كل شيء عارفين الكلام الكتير اللي بيبقى على الحباية السوداء اللي في العطارة الحبة السوداء يقول لك كويسة زيتها كويس للشعر وحبة البركة زيتها كويس للشعر ومش عارف مفيدة للمعدة وفيها كل العلاج راس الحكمة فيها كل العلاج دي مفيدة لجسم الإنسان والتانية مفيدة لبقاء النظام الحالي